دانيال كوين مواطن تونسي مولود في جزيرة جربة، جيت لتونس عام 2002. في الأول كنت في التعليم، التعليم الديني، قلت عليك ما زلت مسؤول في التعليم الديني ومسؤول على معناتها نقوم بأمور دينية في العاصمة تونس بالنسبة للجمعية الكوميونيتي جويف دي تونس. توانسة مهم شي جدد، رغم برشا ناس في بالهم اللي اليود حاجة ماهيش تونسية. في الحقيقة اليود هما روح تونس، يعني نجم تكون الثقافة اللي قاعدة في تونس والحاجات اللي موجودين في تونس اليوم فيهم برشا برشا من الروح اليهودية. واليهود جاو من تقريبا 3000 سنة، جاو وقت تأسيس كارتاج عن طريق عليسة، جاو معاها خاطر جات من لبنان، عليسة جات من لبنان، دونك جاو وكانت مع علاقات تاريخية بين اليهود في القدس ولبنان والملك معناتها الملك متاع لبنان غديكا. دونك وقت اللي جات عليسه جات من لبنان جات لتونس، جاو معاها برشا يهود، جاو في الشيره هذه في الشمال هوني. واليهود اللي جاو في الجنوب جاو بعد برومي تومبل، بعد البيت المقدس الاول، بعد ما عندهم تقريبا 2500 سنه اللي جاو للجربه. ومن بعد جاو هجرة كل ساعه يجيو من بعد اسبانيا ومن بعد من برشا بلايص يدوروا يجيو لتونس. وكان متماش ولايه في تونس في الجمهوريه التونسيه ما فيهاش بلاصه نتاع يهود. من اربع الولايات الكل اللي كانوا في الوقت ذاك، ومش كان الولايات حتى في البلدان الصغار اسم يقولوا حاره نتاع اليهود، معروفه حاره نتاع اليهود. بعد اللي تبدل اللي تم يهود اخرين، تم يهود من خرجوا من الحاره ودخلوا سونتر فيل وقت فرنسا كان بدا يجي المودرنيزم، دخلت المودرنيزم ولاو برشا يقول حتى احنا نحبوا نتعلموا ندخلوا سونتر فيل ونتعلموا المودرنيزم ونوليو طبيب ونوليو. بالفعل نجحوا وراو طبوا ومديرين بنوك ومحامين وخدموا ودخلوا عملوا شركات. برشا شركات اللي موجوده في تونس اصلها اسوها يهود في الوقت هذاك. احنا نعتبر احنا سفارات وكل العادات نتاعنا والدين نتاعنا نمشيو على قد لي غابان سفارات. بون عندنا بعض الخصوصيات، بعد مش نعملوش كل شيء 100% كيما لي غابان سفارات. عندنا حاجات اللي ما نجمش نعرف بالضبط شنو هو الاسباب اللي خلات نخرجوا شويه على السفارات. يمكن بالتخليط نتاع لي كومينوتي، يمكن جاونا جماعه منا وجماعه منا، ولو تم تشابك مع بعضهم، مش تشابك يعني عراك، تشابك يعني تخليط تخالط مع بعض، خالطوا مع بعضهم. احنا سفارات ما كي تقول تونسي تقول يهودي، تونسي تقول يهودي سفارات. لكن بعد تم شويه تغييرات على السفارات الكل، مش كيف السفارات 100%، قولوا احنا 90% سفارات. احنا ممكن نقولوا مواطن يهودي، مواطن تونسي، تمشي للاداره ولا تمشي المدرسه ولا تمشي لاي حاجه، اي بقعه تطلب حقك، تاخذ حقك. ما تماش معناش عنا باسبوراتنا، عنا بطاقة التعريف متاعنا، عنا حق التملك، عنا حق الشغل، عنا حق التعليم، عنا حق ما عندناش حتى تمييز بيننا وبين النجم تولي حتى وزير. واخيرا شفنا السيد روني ترابلسي ولا وزير السياحة، نجم حاجة وحيدة مكتوبة في الدستور الرئاسة مكتوبة، هذيك لازم يكون مسلم، هكي مكتوبة في الدستور. اما باقي كل عنا احنا
واخواننا المسلمين كيف كيف الكل ما عندناش حتى فرق. ما تمش حاجه تقول لك تميزك تقول لك خاطر انت يهودي دونك لا تمش حتى حاجه ما تم طريقنا. احنا ما تعرف انت انا حاجات اللي ما نجموش ناكلوهم من ينيجي. عندك اللحم مثلا، اللحم يجب يكون مذبوح على طريقه اليهوديه، ويجبنا نمشيو مثلا للباتوار لاباتواغ وين يذبحوا، نمشيو جماعه عندهم شهايد خطره مجيش مش اللي يجي يذبح كان عنده شهاده ويعدي امتحان باش يذبح وباش يولي عنده وياخذ شهاده عند الجرون ربان باش يعطيه رخصه باش ينجم معناتها يخدم الخدمه هذه بتاع الكاشير مش كاكا. دونك بعد ما ياخذ يمشي للاباتوار وياخذ عند واحد اللي يجي يبيع للزواي اللي يبيع للانيمو ياخذ عنده بقره ولا علوش ولا اي حاجه اللي يحب ياكلها وتم بالسكينه سبيسيال ماهوش سكينه اللي تجي يذبحوا بها، يذبحوا بسكينه سبيسيال اللي نشوفوها نثبتوها بالقدا باهيه ولا لا تصلح للذبيحه ولا، ومن بعد الذبيحه ومن بعد تقليب نشوفوا من الداخل تماش حاجه مريضه ولا هكا كل شيء كان لقيناها سافا ناخذوها. دونك ناخذوا اوتوريزاسيون باش ناخذوها وياخذها الجزار ويروح بها باش يبيعنا. هذا في اللحم. الاسلام تما حلال كما في اليهوديه تما كشير، كشير هي حلال كيف كيف. في الحوت ما تماش مشكل ناخذوا الحوت من 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 مارشي ما تماش حتى اشكاليه. تما مثلا تما حاجات اللي ما معروفين كما تقول الحليب ولا راس الزيتون مالح وبيعات هذوك الكل احنا لغابينا قالت سي اوتوريزي ما تماش اشكاليه في الموضوع. دونك ناخذوا تما حاجات نشوفوا الكومبوزيسيون تاعهم كان كومبوزيسيون سافا ناخذوهم نقولوا حلال، وكان فيهم شك ولا هكا نقول لهم لا ما تاخذوهمش. يفضل ساعات احنا بزوان دو 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 فان شراب مثلا، شراب حتى هو فيه شراب كاشير وشراب مش كاشير. دونك كيف كيف عندنا شكون عندنا معامل اللي كي نمشيو لهم نقول لهم نحبوا نعملوا كونتيتي شراب كاشير دونك يعطيونا بلاصه باش نعملوا شراب كاشير نتاعنا. قبل 2011 كانت سياسة مسكرة انكادري مع حزب تجمع دستوري ديمقراطي مع بعض الأحزاب صغيرات ومعروفة شكون. دونك ما حتى ولكن قبل في الأول كل كانوا في أول استقلال كان تم يهود في السياسة، كانوا وقت بورقيبة كانوا زوز وزراء يهود، وبعد اليهود فزدت لهم العيشه نتاعهم ما عادش قاعدين في تونس. وقت يحسوا اللي الدنيا باش تتبدل ما نقولش ضدهم اما نقول ضد ثقافتهم وضد سناستهم اللي استانسوا بها والعيشه اللي استانسوا بها. وقتها مشاو وخرجوا برشا خرجوا وصيرتو بعد عام حرب 67 بعد حرب 67 برشا يهود حسوا روحهم كيف لي غير مرغوب فيهم. معناتها كيف يقول انتوا تحاربونا غاديك اش غنعملوا لكم احنا يهودي حرب دي حرب غاديك اش بعيد علينا كيلومترات اش دخلنا احنا قاعدين في تونس اش دخلنا اخي احنا قاعدين نحاربوا غاديك ما قاعدينش نحاربوا. اما تم عباد تدخل لهم في مخهم كانوا اليهود هما اللي اليهود مش حكايه يهود ومش يهود، حكايه غاديك تم مشكله سياسيه قاعدين يتعاركوا فيها. وش دخل اليهود اللي قاعدين في تونس عايشين معاك 3000 سنه وش دخلهم؟ مع عام 67 حسوا حتى قبل شويه، اما في عام 67 مسطت وقت دخلوا على حوانة يهود وحرقوا حوانة يهود وحرقوا سيناغوغ وحرقوا وكسروا وعملوا وكسروا كراهب وحرقوا سيتي كوم سا 67 برشا يهود يسون ديسيدي قالوا تونس اون بو با فيفر في اون تونيزي. لا عاد يهمهم لا في السياسه ولا عاد يهمهم في حتى شيء قعد. لكن بعد اللي تصلحت الامور بورقيبه وبن علي
كيف لي ما انت ريدوا الامور وبداوي يفهم ما انت ما حسينش برشا مدرات كان ستون زون طون طون زون طون تصير حاجات. مي بعد الثوره 2011 تقول انت تحلت الامور شويه بعد ما كنا احنا كنا مغطيين وكوفريين وما يعرفوناش برشا الناس ما عادش ولات ما عادش تعرف اللي تم يهود في تونس. بعد 2011 تحلت الحاجه هذه تحلت عوده تحلل الحريات كما تعرفوا وبداوا الاحزاب تتعمل والجمعيات تتعمل وهذا تتعمل وكلهم يحبوا يعرفوا شنو اللي تم في تونس فريمون. جاوا برشا جاوا برشا صحافه وبرشا منا يحبوا يعرفوا كاين الجمعيات اليهوديه ويحبوا ينشروهم في العالم معناتها ما باش يقول راه في تونس تم يهود تم ثقافه يهوديه مش كانش يهود كاشخاص تم ثقافه تم كولتور جويف في اون تونيزي والكولتور نتاعنا معروفه معناتها خداوها من عندنا برشا من برشا اخواننا المسلمين خداو معنا ثقافه نتاعنا واحنا خدينا ثقافه نتاعهم خاطر مخلطين تخلطنا كنا عايشين برشا مخلطين مع بعضنا. وبعد ولينا عندنا معناتها تقارب مع السلطه بزايد وحبينا معناتها يدخلونا في المشاورات وكل شيء يهود ولا مش يهود الان بالاخر كل احنا بلادنا احنا يهمنا مصلحتها ويهمنا نجاحها حتى ولو المشاكل اللي صاروا ولا هيك مش بشي يقول باش تولي تونس مش بلادي يعني. انا باش تقعد تونس بلادي حتى ولو صاروا فيها مشاكل يقول بلادي ولو جرت عليا عزيزه ما انت ديما تقعد عزيزه مش حتى حد ما ينجم يقول لي انت ماكس تونسي ولا هكا ديما باش نقعد تونسي وباش نخاف على بلادي وين نلقى باش نعاونها نعاونها. كي مضايقات كاينه ما شخصيه يعني فرديه يعني سامحني فرديه يعني بعض الاشخاص اللي ما مش متقبلين تما ناس قوميين برشا وكل المتعصبين برشا في الدين متعصبين برشا في الدين ولا متعصبين برشا في القوميه معناتها ما عندهمش ثقافه التسامح عندهم راديكال على الاخر وما يتقبلوش وساعة ساعة كي يلقاو باش ينبزوا يهودي ينبزوا ما يقلقوه لكن بصفة عامة الشعب التونسي شعب متسامح وبالعكس أنا في مرحلة 2011 كانوا عباد يقولوا لنا أنتم كنتوا بروتيجي من بن علي تو بن علي مشى صاي تو باش بالعكس أنا وقت تحل مشى بن علي لقيت الشعب التونسي يهودي مرحبا يعني لقيتهم فرحانين بينا انا يساعدني نكون بروتيجي وصحاب مع الشعب التونسي مش مع السلطه برك السلطه برك الله فيها كل شيء اما الكوفير نتاعي والعيشه نتاعي وعلاقتي مع الشعب كامل مش مع علاقتي مع السلطه برك انا السلطه تعس عليش بقعد في حبس انا مانيش قاعد يتعس عليك سلطه معناتها قاعد في حبس وقاعد في اون دونجي لا لقيت بالعكس لقيت الناس الكل فرحانين بينا معناتها 90% من الشعب التونسي قلت لك بعد الكعبات ريديكال هذوك اللي قاعدين ساعه ساعه ينبزوا يكلموا كلمه خايبه ويقلقونا احنا محمد حول الله ما نقلقوش الشعب التونسي معنا واحنا ما احنا ما الشعب التونسي زاد كيف شعب واحد احنا اخويا احنا نحبوا نكونوا جزء من 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 الشعب ونحبوا نعاونوا باللي نقدروا من الشعب للشعب والدوله ونحبوا اللي تونس ما عادش يقولوا فيها مسلم ويهودي ومسيحي ومزيغي يقولوا تونسي هذا شنو نحب انا نحب الناس الكل تقول هكا تونسي ما عادش تفرق بين امازيغي وتونسي امازيغي ومسلم ومسيحي وعربي ويهودي كيف كنا توانسة عندنا نفس الحقوق وعندنا نفس الواجبات دونك يلزمنا نعملوا اللي لازم نتاعنا لمصلحة تونس هذا نتمنى
تقول لي كيك هذا الدستور ما عادش يقول مسلم ولا عاد يقول يهودي ولا عاد يقول حتى شيء، يقيمها على الأشيرة الكلام هذا، يقول لي احنا نتوانسة نتوانسة الناس الكل. صحيح كل واحد عنده خصوصياته وكل الناس الكل تحترم خصوصيات الآخر، ما تنجمش تقول تمحي له خصوصياته تقول تونسي لازم يكون هكا، لازم يكون هكا، لكن هو يهودي، لكن هو مسلم، لكن هو عربي، لكن هو مزيغي، لكن هو اي شنيه. تونس جنينه فيها نوار متناسق، نوار خزرف حلو متناسق، لازم يكون متناسق بالحق، يكون متناسق بالحق ويعاونوا ونعاونوا بعضنا ونعملوا اللي كل شيء باهي بدم تونس، بغير التفرقه لا من شيرة التفكير السياسي ديفيرون مبدل مختلف، ولا التغيير الاختلاف الديني كيف كيف، ما يجموش يفرقنا من بعضنا. احنا توانسة توانسة توانسة، نخدم على رواحنا لمصلحة تونس كلها.